سيدي حكى تغلط صح؟ تمام؟ ده سب وده فريتز. انا عايز الكوكب من الملك كده في رز تضيع علوم بالك. طبعا هما ما يعني مش عارف يتواصلوا بالانجلش فانا اتواصل معاهم بقى. ده الملك ده فريتز. احفظوا بقى مين فريتز؟ وانا ده فريتز ولا سيدنا فريتز؟ انت توجه كلامك له هو هيقول له ده جوني فريتز. هو از ذا جنتل مان زي ما قلت له. مين الجنتل مان ده اللي انت جاي منين؟ سبت بقى هيقرب وتقعد تحكي له احكي له وقرب منه كده عشان تحكي له بس والتاني بس تحكي على اللي مش بتاع امبارح يلا الحنيف ولا لا؟ لا اه صح لسه هتسال صح بس بلاش تبقى ورا شويه يلا اتفقنا خلاص قول له قول له شويه هتقول له ايه؟ هو قول له هو از جنتلمان صح؟ لا لا انت لا تقول له هو ده يعني هتقول لي ده وتشاور على ده قول له هو از هتشاور على ده وتقول لي ده هو از جنتلمان هو اللي كان بيساوي كده ده انا اقول كده انت اللي بتجيب ايه ده؟ احكي له بقى بس خلاص خلاص مش شغلانه تمام؟ ده مين؟ ده مين يا ابني؟ يا ابني في القصه مش بيراعي فين؟ انت يا ابني خلاص خلاص فصاحبنا ده بقى بيقول له ايه لما لقى التشابه ده ويقول له انت رايح فين قال له رايح في الكويت فريتز قال له ايه I don't think it would be a good idea for Mr. Rasmussen to visit the streets so now سيدي الراجل ده لو راح في التدريب ده بتعمل لك مشكله فما ينفعش الملك ما بيعرفش ياخد قرار بنفسه فبيوجه كلامه لسات بيقول له really قول له really really what do you think سات what do you think سات طب استنى اهو قرب مني ريلي وات يو ثينك سات ايوه دي مشكله طب وات يو ثينك سات لازم تعرف كده سات انت بقى تقول اي اجري هي ماست تو جو ايوه المفروض ما يروحش سام تامن على كلام مين فريز الاخ خلاص انت سمع الكلمتين دول قال لهم بص هو لك مين وانت تغني هو يقبل عليك يا عم خلاص اي اندر ستاند ذا بروبلم انا ما فاهم المشكله اي وود ليف لوريتانيا تو داي انا سايبك البلد ماشي اصلا النهارده الملك مستحيل يسمع الجمله دي. الو يو دونت نيد تو جو يو ماست كام ايت ويز مي لازم تيجي تاكل لقمه معايا. احد نقاط ضعف لا مش انت هتاكل لقمه هنحتاجك في حاجه شويه. احنا عايزين نشتغل انت بتبص على الاكل انت بتقصى زي الملك. فالملك بيقول له ايه؟ هتيجي تاكل معايا لقمه لازم طبعا خلي بالك سبت وفريتز حافظين شخصيه الملك عارفين ان الملك لو بلى في الاكل مش هيخلص تمام فسبت بيحصر بيقول له وات ريمبر افتكر حضرتك ذات يو هاف ان ايرلي ستارت تومورو ان عندك بدايه مبكره غدا ايه البدايه المبكره غدا دي؟ هتلاقيني عارف ان صاحبنا لو كان هيغمى عليه وتحصل له مشاكل احنا مش بنهزر وبناء على ذلك فبيحذره بيقول له ريمبر سير ذات يو هاف ان ايرلي ستارت تومورو عندنا بدايه بدل بروك عندنا حتى تدويك لازم تروح تبقى في يعني تركيزك الملك لا يكتس لا يهتم باي نصائح اهم المحرك له بطنه فقط وحبه للطعام فبيقول له but we still eat well بس ما زال عندنا قدره ناكل كويس and good food is more important than sleep والاكل الكويس اهم من النوم نوم ايه يا عم زاب؟ اطلع من دماغنا، خلينا نستمتع بالاكل. يلا يا راسل حضرتك زي ما عملت امبارح هتتمشى تتحط وتقول يلا يا عم يلا يا عم هات يا عم الترابيزه دي لا انتوا قاعدين تاكلوا معاك. ايوه